بتاعها حاليا ما فينا نستفيد منها كأس شيء، ومثل ما بيقولوا اجليها وشرب ميتها. بلوا بطاقة الشؤون واشربوا ميتها. بهيدي العبارة اختصرت زينة فعالية بطاقة الإعاقة اللي بتمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب قانون حقوق المعوقين الرقم 220 الصادر عام 2000، ويلي بيضمن حقوق وامتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة. هيدا على الورق، أما فعليا فهم محرومين من أبسط حقوقهم وأهمها طبابة. عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية ما عم تعترف ببطاقة الإعاقة وعم تجبرهم إما بدفع كامل الفاتورة أو بدفع الفروقات. كلام زينة أكده جورحال يلي وصف الوضع بالمعيب، محملا المسؤولية للمعنيين بالملف. إلنا فترة كتير كبيرة ما عم نقدر نفوت على المستشفى من خلال البطاقة، يعني خاصة بهالأوضاع. معتبريننا أصوات بالانتخابات، ناسين حقوقنا، ناسين كل شيء. يتذكرونا بس وقت الانتخابات أو وقت مصالحهم الشخصية، للأسف وقت المدير العام أو مسؤول بالدولة ما بده يحس بوجع الناس وبهمومها. ما يعمل مدير عام، بدي يشوف لأولاده كانوا عم بعينوا من المشاكل اللي عم نعانيها شو بيعمل. المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية نفى أنه يكون مفعول البطاقة قد تم تجميده، معترفا بالوقت نفسه بوجود مشاكل حاليا نتيجة الانهيار الصحي اللي عم يشهده البلد. حامل البطاقة يستفيد مثل ما سبق وذكرت من كثير من الإعفاءات ومن الخدمات. ما في شك أنه هلأ خاصة بهذه الظروف الصعبة، وخاصة بالقطاع الاستشفائي، يعني عم بيلاقي صعوبات. أنه بعض المستشفيات بتقول أنه والله في بعض التجهيزات، في بعض الخدمات الطبية ما بتغطيها وزارة الصحة العامة، فهن بيطلبوها فرق من ذوي الاحتياجات الإضافية. هون بهيدي الحالة المفروض مراجعة وزارة الصحة ومراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية حتى نشوف كيف نعالج هذا الموضوع مع المستشفى. من المعروف أن وزارة الشؤون الاجتماعية متعاقدة مع 4 جمعيات، بحيث بيتم تأمين المستلزمات والتجهيزات اللي بيحتاجها الشخص، والدولة بتغطي 85% من كلفتها. فهل الموضوع ما زال جاري؟ ستي بدها بطارية للسماعة. معنا مدام، عنا سنتين ما قفلنا الشيء. والكرسي؟ هلأ مستعمل، ما فيه نقدر نعطيها كرسي جديدة. بديك تدقي لنا من هلأ ل 15 شهر الجاي. قدي حقها؟ 1,400,000، يعني شي 100 دولار. أنا قالوا لي إنه الدولة هي متعاقدة معكم فيكم تقدموا لنا. الدولة قالي لي هي خلت تيجي الدولة تعطينا، فأنا أقدم لك تكتر معيوني. ما في شيء للدولة، موقفة إلى سنتين وزارة الشؤون ما بتعطي عالم شيء. من جهته المدير العام برر الموضوع بانخفاض قيمة الموازنة. المبلغ اللي مرصد لنا هو بحدود الـ2 مليار ليرة. 2 مليار ليرة سابقا كانوا يقدموا كتير من الخدمات ومن المعينات للأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية، لها علاقة بالويلشير، لها علاقة بالتخت. بس هلأ المبلغ كتير قليل اللي هو عم ينعطى للجمعيات حتى تتقدم هذه المعينات. عم يترتب هلأ كمان أولويات مع الأخذ بعين الاعتبار أنه نحن بموازنة 2021، مشروع موازنة 2021، رفعنا المبلغ لحدود أكثر من 25 مليار ليرة، يعني 29 مليار ليرة، وكان في موافقة بمشروع الموازنة على أنه تنعطى الوزارة 29 مليار ليرة حتى تدعم هذه الجمعيات حتى تأمن المعينات. إذن من هلأ ليجي وقت وتقرر الدولة تقوم بواجباتها، بيبقى التعويل الأساسي والأهم على الجمعيات والمبادرات المحلية على تأمن حياة لائقة وكريمة لذوي الإرادة الصلبة.